شلبي اوعى تتحرك. ادي الضربة الحرة المباشرة. عبود عمر يلعب العرضية وادي الهدف، فيش تسلل وادي هدف. هدف بدون داعي، بدون داعي. من أول الفاول ملوش داعي خالص من دونجا. يعني من أول اللقطة الفاول ملوش داعي أبدا من دونجا، وصبحي ما طلعش وخط الظهر اتفرج وهدف سلكيني. هل كان في تسلل؟ عايزين نشوف مين اللي سجل الهدف. ده مش متسلل. والهدف شوف عن طريق مين؟ عن طريق هو جيسي ويري. خطير جيسي ويري يسجل. جيسي ويري هدف تذليل الفارق في الدقيقة 65. عشان كده كان مهم جدا، مهم جدا ان الزمالك يبقى